هناخد مثال على كده. لو احنا بنتكلم على gas molecules in a box، يعني تخيلنا في عندي صندوق، والصندوق ده فيه مجموعة من gas molecules عددها capital N، وفي imaginary partition موجود في البوكس دوت. يعني في هنا partition الموجود هنا ده imaginary، ما هوش حقيقي، يعني معنى كده ممكن البارتيكل يتحرك، يكون هنا ويتحرك هنا زي ما هو عايز، ما فيش اي حاجة تمنع يعني. وهتخيل ان في عندي في الليفت هاف هنا في عندي عدد من البارتيكلز بتساوي n small n. اوكي، عايز احسب بقى البروبابيلتي ديستريبيوشن اوف ان دوت، يعني عايز احسب يعني ان دي ممكن تبقى لايكلي انها تكون كام. اوكي طيب، لو انا عايز اتكلم على statistical mechanics يبقى معنى كده انا بتكلم على حاجه فيها statistics، يعني ما ينفعش ان انا اعمل تجربه واحده ويبقى هي التجربه دي اقيس اللي فيها ده وخلاص هيجيب لي قيمه واحده. انا في statistical mechanics بيبقى في عندي حاجه اسمها ensemble. انسامبل معناه ان يبقى في عندي عدد كبير من يعني نفس البوكسز اللي انا بتكلم عليها دي، ايدنتيكال بوكسز، وبعمل التجربه فيهم كلهم واشوف بعد كده الافريج بتاعهم بقى كلهم عامل ازاي، يعني ان هنا بكام وهنا هنا بكام وهنا بكام وهنا بكام وهنا بكام وكله بقى بكام، وفي الاخر احسب افريج بقى لكل الكلام ده، او الديستريبيوشن بتاع ان ده احسب له قيمه بتساوي كام من الانسامبل ده. هناخد الكلام ده بقى كمثال كده. لو احنا حطينا ان بتساوي 1، كابيتال ان بتساوي 1، يعني في عندي بارتيكل واحد، بارتيكل واحد ده زي ما احنا شايفينه كده بالماركر يا اما يكون هنا يا اما يكون هنا، ما عندوش اي احتمالات تانية. هل في اي افضليه للبارتيكل ده يكون هنا او هنا؟ ما اكشولي ما فيش، لان هما ده قد ده، يعني البارتيشن ده قد البارتيشن ده بالظبط ايدنتيكال. اوكي، وهنا البارتيشن ده فعليا اللي في النص ده ما هواش اكشولي، ده مش بارتيشن اصلا، ده ايماجينري بارتيشن. فمعنى كده ان البارتيكل ده لو احنا بنتكلم على ان هو بيتحرك حركه كومبليتلي راندوم، يبقى معنى كده يا هيكون هنا يا هيكون هنا، مش هيكون في اي حته ثالثه. اوكي، فمعنى كده ان احنا هنلاقي ال بي اوف 0 بتساوي 0.5 وبي اوف 1 بتساوي 0.5، يعني البروبابيلتي بتاع ان انا ابص على الليفت سايد هنا الاقي في 0 بارتيكلز بتساوي 0.5، لان هو فعلا البارتيكل ممكن يبقى لايكلي يكون هنا نص الوقت، والبروبابيلتي اوف 1 بتساوي 0.5 لان برضه البروبابيلتي ان يكون هنا نص الوقت الثاني. اوكي طب لو خدنا ال n بتساوي 2، n بتساوي 2 ممكن يبقى في عندي بارتيكل 2 بارتيكلز هنا وهنا كده، اوكي، او في 2 بارتيكلز هنا وهنا كده موجودين، او في بارتيكل هنا وبارتيكل هنا. اوكي لو احنا خدناهم بقى وحطينا في اعتبارنا ان كل بارتيكل لوحده عنده البروبابيلتي ديستريبيوشن اللي هي موجوده عندنا هنا دي كده، يعني كل بارتيكل لوحده حر تماما ان هو يتحرك من الجنب اليمين لجنب الشمال وبالعكس، يعني هو لايكلي يكون في اليمين زي الشمال. اوكي، وان كلهم اندبندنت، مفيش اي حد فيهم بيرتبط بالتاني خالص، يعني كل واحد من اتنين مولكيولز دول بيتحرك براحته مفيش اي حاجه بتعوقه. اوكي، يعني معنى كده كل واحد فيهم بيحقق الايكويشن دي، يبقى معنى كده كل واحده من الكومبينيشنز دي ممكنه بنفس الديستريبيوشن بالظبط، نفس اللايكلي هود بالظبط. اوكي، يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا هنا بتكلم على ان انا عندي ممكن الاثنين يبقوا في جنب واحد، ممكن الاثنين في جنب واحد من الناحيه الثانيه، يعني يا اما رايت يا اما لفت، يا اما واحد هنا واحد هنا. النقطه ان كل واحده من دول لوحديها لايكلي انها تكون زي بعضيها، بس لو انا جمعت هنا الاقي التو كيسز دول هما في الاخر لو انا بصيت عليهم من بره كده هلاقي ان في واحد يمين واحد شمال، ففعليا ممكن اجمع الاثنين دول زي بعض اخليهم probability محدده. يبقى معنى كده هلاقي ان الكيس اللي احنا متوقعينها ان يكون واحد هنا واحد هنا هي جت اكشوري من ان هما فعليا عدد الستيتس اللي هما ممكن يكونوا موجودين فيها، وفي الاخر يعني كل واحده فيهم طبعا لايكلي انها تكون بنفس نفس الديستريبيوشن او نفس البروبابيلتي بالظبط، هلاقي ان هما الاثنين في الاخر طلعوا لي رقم اكبر شويه. طب لو عندنا n بتساوي 3 نفس الكلام بنعمله بالظبط، هنلاقي بقى ان احنا عندنا عشان عندنا 3 يبقى معنى كده هيبقى في عندنا لايكلي يكون يا اما 2 يمين وواحده شمال يا اما 2 شمال وواحده يمين، هما الاثنين قد بعض بالظبط، والكيسز برضو ان هما كلهم يبقوا في جنب واحد تبقى اقل شويه. لو احنا خدنا اكتر بقى، خدنا n اكتر شويه، هنلاقي ان الديستريبيوشن بتاعنا ابتدى يبقى حاجه بالشكل ده او يبقى حاجه بالشكل ده حسب ال n بتاعتنا بتساوي كام، وفي الاخر بنلاقي دايما الحاله بتاعت ان يبقى العدد اللي في اليمين قد العدد الشمال هو دي الحاله اللي most likely او most probable انها تحصل. لو احنا خدنا general case للموضوع ده هنلاقي ان كل اللي احنا بنتكلم عليه ده بيلونج لحاجه اسمها الباينوميال ديستريبيوشن. باينوميال ديستريبيوشن عشان نتخيله اكتر شويه، عشان نتخيل الموست جنرال كيس، هنتخيل ان احنا عندنا دلوقتي بوكس متقسم لنصين، نص الاولاني او مش نصين بقى، يعني تو بارتيشنز، والتو بارتيشنز دول مش قد بعض، واحد فيهم الفوليوم بتاعه في والتاني الفوليوم بتاعه في داش، اوكي سمول في داش وسمول في. اوكي، هنتخيل ان في عندنا بارامتر اسمه بي، سمول بي عباره عن سمول في على كابيتال في،
وسمول كيو بتساوي سمول في داش على كابيتال في، عشان يبقى تخيل النسبه بتاعت الفي للفوليوم كله او النسبه بتاعت الفي داش للفوليوم كله. اوكي، فطبعا لو احنا جمعنا بي بلس كيو هنلاقي انها بتساوي واحد، ان هما يعني في الاخر هما الاثنين بيمثلوا الفوليوم كله. يعني البروبابيلتي بتاعت ان بارتكلز موجوده في الفوليوم في بتروح بتساوي بالباينوميال ديستريبيوشن الايكويشن دي. ان كابيتال هي عباره عن عدد البارتكلز الموجوده، البي هي عباره عن الفي سمول على الفي كابيتال، ويعني ان هي عباره عن العدد المحدد اللي انا بتكلم عليه. يعني بقول مثلا probability of يبقى في بارتكل واحد كام. اوكي، فهنلاقي ان احنا كل الكيرفات اللي احنا رسمناها قبل كده دي ممكن نحسبها من الايكويشن دي بمنتهى البساطه. والباينوميال ديستريبيوشن ده واحده من اهم الديستريبيوشنز الموجوده عندنا، لان هي اكشوال لو احنا خدنا الان كابيتال دي وصلناها انفينيتي هنلاقي ان الباينوميال ديستريبيوشن ده هيبقى عباره عن جاوسن ديستريبيوشن. طبعا جاوسن ديستريبيوشن هو اهم حاجه، اهم ديستريبيوشن موجود عندنا في البايوميديكال انجينيرنج عموما يعني، وفي الرياليستيكلي يعني في كل الداتا العمليه اللي موجوده عندنا في العالم يعني.